ما نحن مكملين بباقي فقرات صباحنا لليوم. كنا عم نحكي عن مهارات التدريب وقد اليوم نحن مهم انه نسقي خبراتنا ونتدرب حتى اثناء العمل، وحنكفي بنفس الموضوع، ولكن اليوم مع ضيفه صبيه طموحه. صبيه يارا بتمثل الاشخاص اللي بيطمحوا دائما انهم يحسنوا من وضعهم، ان كان ماديا ان كان خبراتهم وان كان اجتماعيا، بيصقل هدول المهارات. يارا هي من الاشخاص يلي دمجت بين الشغل والدراسة. أكيد صحيحة، ويعني بالأخص رشا دمجت بين الموهبة اليوم وبين مجال دراستها. ضيفتنا لليوم هي بلشت من حوالي تقريبا سنة ونص سنتين، وقالتنا بالصدفة بلشت بتدرس هندسة عمارة سنة رابعة، وبتحب عالم الإكسسوار وبتختص مثل ما نحن رح نشوف بالأحجار والموديلات اللي عم بتكون جريئة. بيسعدنا أكيد نرحب بمصممة الإكسسوار يارا يا زوجي. أهلا وسهلا فيك. هلا بونجورك، يسعد صباحك يارا. كيفك؟ تمام الحمد لله. هلا هي الصدفة كيف يعني الواحد كيف ممكن يكتشف القصة، يعني أنه هو بالصدفة هو فنان بقصة ما يعني كونه من سنة. نحن بنعرف الموهبة دائما هي بتكون يا فطرية يا أما نحن بنكسبها وبنشتغل عليها. هلا هي لازم في شوية حب يكون. هلا أنا وصغيرة عندي حب لهالقصص، للإكسسوار، للخرز، كيف شكه أنا وصغيرة. فعن جديد يعني حبيت أني بلش بهالموضوع ونزلت على السوق اشتريت شوية خرز بلشت فيهم. المحيط القريب مني أعمل له صمم له، إن كان رفقاتي أو أهلي. دربتي؟ هلا دورات لا ما شاركت ابدا بدورات، كان الموضوع شخصي يعني تعلمت انا ان كان على النت او بالاخص يوتيوب. في كثير فيديوهات تعليميه لهالمواضيع، كل قطعه بتختلف عن الثانيه. عندك الاحجار طريقه شكها بيختلف عن الخرز. صحيح. بيختلف عن المعدن وطرق تصميمها بتختلف. تماما هي كان صدفه حلوه. شاركتي بمعارض عن حديث او كيف انت بتسوقي اليوم للشغلات اللي بتشتغليها؟ هلا معارض شاركت باليوم العالمي للطفل، وشاركت بعده بازارات بالكنائس، والتسويق عم بيكون عن طريق الصفحه ان كان فيسبوك او انستغرام، واحيانا بيكون التواصل على واتساب حسب الشخص كيف يعني قدرته على التواصل على السوشيال ميديا. كثير كثير صرنا نشوف اليوم صبايا عم يلجأوا لموضوع الاكسسوار. اليوم كيف يعني بتشتغلي على موضوع التميز والمنافسه بين هي الاوساط، لانه حتى عم نشوف حتى فئات عمريه صغيره يعني عم يكونوا اقل من 15 سنه عم يحبوا هي القصه. صح، قولي البنات نحن بدمنا هي قصه الاكسسوار، كيف عم تقدري تتميزي بيناتهم؟ هلا بالنهايه انت ما بدك تكوني كوبي عن الكل، بدك قطعه تتميزي فيها وتكوني غير الكل. فبتصاميمي اغلبيتها عم بتكون الالوان الهاديه، الالوان الذهبي مع الصدف والحجار. حتى بالنسبه للشباب عم تكون الاحجار الطبيعيه والجلد. فهذا القطع بالموديل انت بتتميزي فيه. هلا بالنسبه لأنا الهداوة الألوان الهادية، ما كتير تعجيب بالألوان، يكون بسيط التصميم، ما يكون فيه كتير تعجيب. وعم نشوف هذا الشيء هيك من اليوم هالبلاكات اللي مشتغلتيها. الألوان هادية مثل ما قلتي، دائما اللون الهادي بيعطي رقي للقطعة، يعني بتحسي فيها تقل حتى لو كان سعرها كتير خفيف، يعني اللون أحيانا بينزع كمان القطعة. اليوم هلا مثل هيك قطع على مناسبات كمان بتقدري تلبسيها وتتميزي فيها، او فينا بيوم عادي مشوار. اليوم شو مستخدمين؟ هي برازيلي فينا نقول؟ ايه ذهب برازيلي، هدول اغلبيه القطع اللي معك ذهب برازيلي، بيجي الوانهم ثابته. هلا في هي الحجره حجر القمر، هاد تمام، واللي بحده في صدف، هاد حجر القمر احرف صدف تجي تمام، وهاد شو قلنا؟ ايه احرف صدف فيها حرف بي؟ ايه اليوم نحن قادرين ندخل هدول الاصوات تماما. فيكي تصممي اي حرف لتعملي فيه اسوار. دائما لون فيروزي بيعطي جماليه للقطعه، لانه نحن بنحبه يعني فورا بيروح نظرك. قطع لولو وكريستال كمان، هدول لا الستاند الثاني. خلينا نحكي هون شو بيختلف عن هدوليك القطع. هلا هدول بيجوا سناسل، اما هالقطع هي
بتجي انت بقى حره بكثير بتصميمها اللولو مع الكريستال، انت بتصمميه بطريقه يعني بتختلف تماما عن موضوع السناسل والجنازير. خلينا نحكي عن الخفه اللي صارت عندك، يعني اول قطعه اشتغلتيها يمكن بتتذكريها لهلا، وهلا وين صرنا؟ السرعه اليوم اللي صارت عندك. هلا بالبدايه بتبلشي مثلا اسواره خرز عادي بتاخذ معك 10 دقائق ربع ساعه، هلا لا طبعا اذا الموديل براسك فما بتاخذ اقل يعني 5 دقائق تكون جاهزه. بترسمي الموديل يعني انت مثلا بتحطي الادوات قدامك ولحاله هيك بيطلع الموديل، ولا لا انت بتحددي حرفيا شو الالوان اللي بدك اياها، ولا على التطبيق؟ هلا احيانا بتكوني قاعده عم تشتغلي موديل، انت وعم تشتغلي الموديل بيطلع معك انه اسوارة تانية بتلبق لهي الاسوارة اللي انت عم تشتغليها، فبيطلع دغري التصميم معك. واحيانا بتضلي اوقات مثلا اشتريت هالقطعة من السوق، اشتريت الحجر الفلاني ليطلع معك الموديل، مثلا بتضلي عم بتفكري ايام بالصدف بتلاقي الموديل بحط الشغل وبشتغله. طيب لارا اليوم انت كطالبه، يعني احنا بنعرف موضوع الهندسه، دراسه الهندسه بتاخذ وقت كثير طويل، كان بالدوام وكان بالدراسه. صحيح. اليوم كيف قدرت تنسقي بين القصتين؟ واكيد هي اعطيتك خبره زياده كونه هندسه عماره وهيك، يعني بالرسم اكيد انت فنانه بالرسم بدك تكوني. كيف قادره اليوم تنسقي بين القصتين؟ هلا دوام هندسة العمارة الكل بيعرفه دوام طويل. صحيح. كتير وبده جهد. صحيح. مشاريع دائمة عمل يعني. تماما. بس بالنسبة هي اجت مثل تخفيف عن الضغط يلي الشخص بيعيشه بالكلية، فهي هالاكسسوار كان بالنسبة لي ليخفف عن الضغط يلي انا فيه بالكلية، وبنفس الوقت ما بيتعارض مع دراستي اللي انا عم تسوقي لرفقاتك يارا اليوم؟ عم يشتروا رفقاتك بالكلية؟ طبعا مع بداية الصفحة طبعا كان المحيط البسيط القريب مني، اما هلا توسع الموضوع. كيف قدرتي توسعي القصة؟ يعني اليوم عم نحكي هلا بموضوع تسويقي اكثر من عن طريق الصفحات؟ هلا عن طريق صفحتي انا لما عم نزل القطعة، وبالنسبة كمان يعني عن طريق البازارات كتير بتساعد انه الشخص يسوق للقطع تبعه ويقدر يعرضها، يعني الشخص لما يشوفها يلمسها يشوف القطعة. احيانا بتقول لك الصبية انه انا ما هيك كنت مفكرتها على الصورة. دائما بنغش يعني اليوم حد يحكي اليوم ذمة، يعني دائما نحن عم نروح للقصة بموضوع تسويق الانترنت، بنشوف القطعة ان كان بالملابس او بالنت، عم يستخدموا صور مغايرة عم تكون. تماما، يعني عم يستخدموا الفلاشات اللي بتجذب هدول القصص، فبتصلك القطعة. ما هي قد اليوم ضرورية هي المصداقية بينك وبين الصبايا؟ كثير ضروري انه انت الصورة انت اشتغلتي القطعة انت تصوريها وتنزليها، ما يكون صور نت، لانه في كثير صبايا بتستخدمي برامج تصوير بتحسن الصورة، فانت وقت بتشوفيها بتقولي واو، بتوصلك بنلاقي انه لا واو. هلا بالنسبة لبرامج تعديل الصور انا ما بستخدمها، انت بتستخدمي الاضاءة الطبيعية يلي لما تصوري القطعة انت عم مثل ما انك يعني اللي بيشوف صفحتي واللي نازل عليها واضح معه انه القطعة مصورة بطريقة واضح انها طبيعية وما في عليها اديت، وهذا كثير شيء مهم بالنسبة للشخص اللي عم يشتري ما ينخدع باللون، يفكروا لون ثاني مثلا يكون فيروزي يطلع ازرق، او يعني في بعض صفحات ثانية بتعتمد الصور النت الاجنبية انه تنزلها على صفحتها وتسألي كيف شكلها على ارض الواقع؟ بتقول لك نفس الصورة. نفس الصورة. توصلك نفس تطلع. الصورة. لهيك انا بعتمد التصوير اللي انا القطعة بشتغلها وبصممها وبصورها بايدي. طيب اذا الصبيه يعني كان في بعض الملاحظات وقالت لك انا يعني تسرعت واخذتها، بترجعي لها اياها او ممكن تبدلي لها اياها؟ او دائما هي العلاقه مفروض تبقى بينك وبين الصبايا. هلا حسب الزبون، اذا شخص اول مره وحسب كمان القطعه. تماما حسب القطعه. اذا زبون اول مره فممكن يكون في عمليه تبديل للقطعه، انه ما عجبتها هالقطعه ممكن نبدل، بس بتكون بحالات كثير استثناء، يعني ما بتكون. هلا شوي عم نعرض لك، انا حطيتهم بهي الطريقه كرمال ينعرضوا حلق. قد ايه حلو اللولو، وهو من الحجر او الموديلات اللي ما راحت موضتها رغم كل شيء نزل، ولكن نرجع لقصه اللولو. يعني
صحيح، اللولو هلا كثير يعتبر موضه، وكمان الاحجار الطبيعيه والصدف. هلا هون عندنا صيف مثل هالحلق النجمه الصدف هون على ستاند الرقبه. ايه على ستاند الرقبه هون الحلق. معلش عرضناها اخذناها نرمين. ايه عرضناها اخذناها. حلق مثلا هون انا جامعه بين السناصر والصدف الطبيعي النجمه واللولو. وبترجعي لموديل الحلق الطاره اللي هو كثير موضه هلا هالسنه بالاكسسوار بالمجمل. عم نشوف، بدي اسالك كان عن موضوع الخرز اليوم، مو كثير الصبايا يمكن بيحبوا او بيرغبوا، بس انا عم شوفه كثير دارج، يعني في صبايا بيحسوا انه هذا موديل للزغطورات، يعني للبنات الصغار. فكيف عم تلاقي في اقبال على هي الاساور؟ بدي احكي عن موضوع الخرز بالذات. الخرز في مجال واسع جدا، يعني مثل قطعه هون خرز الورد معمول منه دايزيز هون الزهر والاسود. هي قطعه مشغوله شغل، مو مثل مثلا باقي الاساور الثانيه اللي هي بتجي خرز عادي. انت قصدك عن هدول؟ تماما. هدول كمان انت عم توصفي الخرز لتعملي موديلات مميزه. صحيح. يعني ما تكون مجرد اسوار عادي. يا رح هيك سريعا اليوم الاسعار كيف؟ الاسعار وسطيا، يعني حسب الوقت كمان هلا، حسب السوق، حسب كمان حسب القطعة. المواد الأولية يعني سعر الخرز بيختلف عن سعر الذهب البرازيلي، عن السلاسل، كل قطعة بتختلف. دائما لازم يكون لك سعر خاص فيكي كرمال يكون تشجيعي للصبايا، يعني هلا كثير في ناس ممكن تشوف هدول القطع يفوتوا صفحتك يحبوك، يعني يحبوا شغلك، فحلو واحد يعمل هيك سكرة للأشخاص اللي بصفحته. هلا الخرز إجمالا هو أسعاره بتكون أقل شيء. بقصد أنا هدول الشغلات الثقيلة، يعني اللي تقال ببلشوا من التسعة وطالع. حلو، خلينا على التسعة ونازل. لأنه ذهب برازيلي. صحيح. هو بالنسبة علي بيرجع أغلى. تمام. بيرجع غالي، فلهيك حتى القطعة أنت أنا بعطيك إياها مكفولة. شكرا يارا، لصباحك.